قد ما تابعت وأشرفت على وجود الألغام التي وضعها القوة الغاشمة قوة الحوثي التي وثت في مدارس موزع وخاصة منطقة السفالية التي قد قام المسح تكريما عدة مسح لهذه المدرسة. مدرسة العمل اتخذت كمركز للحوثيين للانطلاق، وكان تبادل القذائف ما بين الطرفين، ما بين الحوثيين والمقاومة الوطنية، مما أدى إلى ضرب المدرسة وكانت شبه تدمير، شبه مدمرة. وأيضا لقد المساحة المحيطة بالمدرسة لقوما كاملا، ولم نستطع الوصول إلى المدرسة لمدة عامين. نشكر فريق 23 مسام لجهدهم العظيم الذي قاموا به في نزع الألغام وتأمين المنطقة، فإن الألغام مبذولة في يعني منتشرة في كل مكان، في الوديان، في السهول، في المدارس، جانب المساجد، حتى في الفناء في حوش البيت. فهذه الألغام أضرت بالكثير، لم تضر بالإنسان فقط وإنما أضرت حتى بالحيوان. إحنا في منطقة موزع في قرية الضويحة، دخلنا بفضل الله ثم بفضل طريق الألغام 23 مسام استطعنا العبور إلى هذه المنطقة وإلى داخل المدرسة، بحيث قمنا بأعمال ترميم المدرسة من أضرار الحرب وبناء ثلاثة فصول جديدة، وتم العمل بأمان وبرعاية الله ثم بفضل الفريق 23 مسام، بحيث تم تصفية الألغام وتصفية المنطقة من كل خطر ومن كل ألغام موجودة فيها.